نمشيو دابا ستيب لاخر ونكري واحد ستودنت كونستراكتور دونك غنجي هنا وغنكري واحد الفانكشن ستودنت وغنعطيها كبروبرتيز اندير ايج وفول نيم غنخدم ديس ايج ايكوال دونك بروبرتي الاولى ديس ايج لانها شغل الاوبجيكت من بعد ديس فول نيم غنعطيها كفول نيم فاليو لحد الارجيومنت من بعد غادي نكري واحد الميثود زيد ميثود ديس جيت full name نعطيها هكا value واحد anonymous function وشنو غادي تبتشوفنا ليا exactly غادي تبتشوفنا ليا this full name مزيان دونك انا هنايا نكري واحد من انستونسي كري واحد الانستانس جديد student ونخدم بالنيو keyword وواحد student جديد نسميه John ونعطيه في الage ديالو 23 والname ديالو John Doe دونك الى جيت هنا وديت واحد console log student شنو عطاني الفاليو دونك غندير واحد لك بغيت انا نيتيري من وسط من هادشي كامل دونك غندير كونس كي ان دونك بغيت نجبد هاد البروبرتيز ايج وفول نيم وجيت فول نيم وغادي نشوف واش هادشي انميرابل ولا لا دونك كي ان وات ان ستودنت وغادي ندير كونسول لوغ كي اوفيشال كلشي دونك عطاني ايج فول نيم وجيت فول نيم غنتشيكيو بعدا واش هادشي انميرابل ولا لا اوكي غنتشيكيو من قبل عندي واحد الكونسول لوغ نخدم بالاوبجيكت ستودنت هذا اللي كريناه يعني واحد الانستانس جديده ونخدم اف بروبرتي از انميرابل او غادي ندير شنو غادي نعطي مثلا ايج اوكي ترو وكنشوفو حتى الميثود جبدها لي لان الميثود اصلا كتعتبر واحد البروبرتي او نيفو ديال واحد الاوبجيكت دونك ايج انميرابل فول نيم انميرابل و جيت فول نيم تا هي بغينا نجبدو الديسكريبتورز غنخدم اوبجيكت و جيت بروبرتي ديسكريبتور و غادي نخدم مثلا بستودنت و نشوف هاد الكاتيا هي ندير ايج و عطاني انميرابل ترو نتشيكيو فول نيم نشيكيو وشنو هو في الاخر نشيكيو get full name اللي تاهي واحد لا ميثود وغيعطيني تاهي انميرابل true ابغى نكومونتي هادشي ولكن شنو غادي ندير غادي نزيد اسيدي واحد البروبرتي للبروتوتايب دونك غنجي هنا للستودنت اوكي للبروتوتايب شنو غادي نعطيها كفاليو ولا شنو غادي نعطيها كبروبرتي غادي ندير grades ونعطيها مثلا array 12 17 and 13 وكيف ما كتشوفوا هاي تاهي تزادت يعني قدرت نأكسس ليها كي اي الا جيت هنايا نيت ودرت لهاد ستودنت وحاولت نشوف البروبرتي ديسكريبتور ديال هاد جريد يعني اوتوماتيك ما خذت حتى البروتوتايب ولات اكسيسيبل او نيفو ديال هاد ستودنت اوبجيكت وندير هنا بحال هكا جريد اوكي هنا كاين مشكله ما عطانيش ديسكريبتور ديالها غنشيكي واش انميرابل اوكي فولز اوكي هنا كاينه كونفيوجن الدراري هنا كاينه كونفيوجن اشنو هي الكونفيوجن كونفيوجن السيدي كو انا كان اكسيد ديال هنايا هي جريد علاش كيعطيني از نوت انميرابل علاش ما كيعطينيش ديسكريبتور ديالها لان تو سامبلومون الا بغيتي تاكسيد لهادشي ولا بغيتي تاكسيد لهاد البروبرتي واش انميرابل ولا لا ما غاديش تشيلها من هنا من ستودنت يعني غادي تشيكيها من هنا ادخل مثلا الاري مثل الاري في هاد الكادنا ستودنت اللي هو الاوبجيكت اي غتاكسيد الكونستراكتور constructor من بعد ال prototype هذا سيدي غتشيكي واش ال property is enumerable or not وشنو غادي شنو هي اللي غادي تشيكي غتشيكي grades كيف ما كتشوفوا هنا يعطاني true اشنو بغينا نوصلوا هنا دونك انت الا بغيتي تشيكي واش واحد ال property is enumerable ولا لا اللي هي وصل من واحد ال prototype في هذا الكا خاصك تشيكي الكونستراكتور والبروتوتايب عاد باش تعطيك راها ترو سينو الا جيتي هنايا ديريكتومون او عطيتي بروبرتي انميرابل من وصل لواحد الاوبجيكت ما يمكنش لان هاد ستودنت غتعطيك البروبرتيز اللي كاينين باي ديفولت اونيفو ديال الاوبجيكت ما غتعطيكش اللي زدتيها نتايا اونيفو ديال البروتوتايب دونك اي بروبرتيز تي اسمح من واحد البروتوتايب وبغيتي تشيكي واش انميرابل ولا لا تشيكيها بهذه الطريقه
اي من بعد كيف ما قلنا اون فوا تيغا تزيد ما غاديش يكون عندك مشكله راه تقدر تاكسيدي ليها بالفور ان. المشكل ما كاينش في الاكسس اكسسين ذا كي، مي المشكل كاين الا بغيتي تشيكيها ما يمكنش تشيكيها بالطريقه العاديه ديال البروبرتيز اللي كاينين ديجا في واحد الاوبجيكت. دونك سالينا الدرس ديالنا، مشينا لكاع ستيبس وخدينا واحد البيزك ايديا على شنو هي انيميريشن، اخدينا واحد البيزك ايديا ديال كيفاش نقدروا نشيكي واحد الحاجه واش انيميرابل ولا لا، اي اكسيدين الكيز وشفنا الكونفيغ والديسكريبتورز، وخدينا واحد البيزك ايديا كيف ما قلت لكم على كيفاش نقدروا نيتيريو ومن وسط واحد الاوبجيكت ونجبدوا كاع الانيميرابل. ثانكس فور واتشينغ ذيس فيديو.